بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. مطارحات في العقيدة يأتيكم من قم المقدسة مباشرة. أحيي أيضا مستمعينا عبر إذاعة الطهران العربية ومن يشاهدونا على موقع الفيسبوك. موضوعنا وللقسم السادس على التوالي من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. أرحب وأحيي بسماحة آية الله السيد كمال حيدري. أهلا ومرحبا بكم سيدنا. انتهينا ليلة البارحة إلى كعب الأحبار ودور الإسرائيليات في الموروث الروائي لدى المسلمين. هل يمكن بيان أكثر لهذا الدور لكي تتضح معالم هذا الدور في هذا الموروث؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل أن أجيب على هذا التساؤل، بودي أن أشير إلى أن هناك محاولات من البعض هسه، إما عمدا وإما جهلا وغرضا، يحاولوا أن يقولوا أن المشروع الذي يطرحه السيد الحيدري مشروع يحاول أن يقصي السنة ودور السنة في فهم المعارف الدينية. هذه الدعوة أعزائي باطلة، وكررتها مرارا. قلت أننا لابد أن نميز أولا بين السنة الواقعية الصادرة من النبي والأئمة، فهذه لا إشكال في قبولها، ولكن الموجود بأيدينا ليست هي السنة الواقعية الصادرة يقينا عن النبي والأئمة، وإنما المنقول إلينا أو السنة المنقولة إلينا أو السنة المحكية التي حاولنا أن نثبت صحتها بلطائف الحيل من قبيل السند ومن قبيل العلم والجرح والتعديل وعلم الرجال حتى نصحح رواية واحدة. وإلا آفات السنة المنقولة إلينا واقعا فوق حد الإحصاء، من النقل بالمعنى ومن التقطيع ومن ضياع القرائن ومن فهم الصحابي أو الأصحاب ومن الدس والتدليس والكذب والغلو والتقية والإسرائيليات. وحقكم إذا كان عندي وقت في هذا البرنامج لذكرت لكم عشرات الآفات والأمراض التي ابتليت بها السنة المحكية الموجودة بأيدينا، يعني الموروث الروائي السني والشيعي، الموروث الروائي عند أهل السنة والموروث الروائي عند الشيعة. ولهذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق في هذه الحلقات أو الحلقات أن أقف عند هذه الأبحاث. هذه قضية. قضية أخرى يحاول البعض أن يستجذب أو يستعطي وواقعا يستجدي عواطف الناس، وهو أن هذه الأبحاث مرتبطة بالحواضر العلمية، فلما تطرح في الفضائيات وفي القنوات الفضائية؟ وهل أن ذلك من مصلحة مدرسة أهل البيت أو ليس من مصلحة مدرسة أهل البيت؟ إن شاء الله تعالى غدا أقف عند هذا السؤال الثاني، وهو أنه لماذا طرحت هذا العنوان من البحث في الفضائيات في القنوات الفضائية على الملأ العام. على أي الأحوال، إن شاء الله البحث سيأتي لاحقا. أما تتمت كلام الأمس، قلنا بأنه أولئك الذين حاولوا أن يدسوا وأن يكذبوا وأن يختلقوا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله، من أهم رموز هذه الظاهرة هو أبو هريرة الدوسي. وأبو هريرة كما بينا بالأمس بحديث صحيحة السند أنه من مصادر علمه هو كعب الأحبار وعموما الإسرائيليات. من هنا نحن حاولنا أن نقف قليلا عند دور الإسرائيليات في الموروث الروائي عند علماء المسلمين، ولا أستثني أعزائي، عند السنة، عند أهل السنة وعند الشيعة. وسيتضح إن شاء الله تعالى بالأرقام أنه كيف استطاع ذلك الموروث الإسرائيلي أن يخترق أهل السنة، وبعد ذلك أن يصل إلى ماذا؟ يصل إلى كتب ومصادر الشيعة.
ولذا أحاول أطرح عدة أسئلة وأمر عليها سريعا وأقف عند أجوبتها. أعزائي، من الكتب المعروفة في هذا المجال هو كتاب التفسير والمفسرون، تأليف الدكتور محمد حسين الذهبي. أعزائي، وهذا الكتاب الطبعة، أشير إلى الطبعة حتى الأعزاء اللي يردون يراجعون، الدكتور محمد حسين الذهبي، الحائز لشهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القرآن والحديث، والأستاذ في كلية الشريعة بالأزهر، ورئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق العراقية سابقا. أعزائي، هذا الكتاب الطبعة الأولى سنة 1425 من الهجرة، أوان دانش للطباعة والنشر، وبإمكان الأعزاء يراجعون إليه. السؤال الأول، ما هو المراد من الإسرائيليات؟ عندما نقول إسرائيليات، ما هو المراد من هذا الإصطلاح في الروايات؟ الجزء الأول أعزائي في الصفحة 111 هذه عبارته، عبارة الدكتور الذهبي، يقول: لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير، وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أن نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل. يعني كل ما دخل من تراث اليهود والنصارى والمجوس وباقي الأمم الأخرى غير المسلمة التي بالفتوحات دخلت، ماذا؟ دخلت إلى الإسلام. هذا التراث الذي كان يوجد عندهم من التراث التفسيري والتاريخي والعقدي، باعتبار أنه أيضا كانت عندهم شرائع وأديان سابقة، فهل دخل منه شيء إلى الإسلام أم لم يدخل؟ يقول: فنريد به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية، وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه، وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين منذ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه عن كثير من بلاد العالم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. كان لليهود ثقافة دينية، وكان للنصارى ثقافة دينية، وكلتا الثقافتين كان لهما أثر في التفسير إلى حد ما. هذا إقرار أحد المختصين في هذا المجال. إذن وضع يده على التراث، ماذا؟ على الموروث الروائي التفسيري التي هي عشرات الآلاف، من تفسير القرآن ابن أبي حاتم إلى تفسير الدر المنثور وما بعد ذلك إلى يومنا هذا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، متى دخلت الإسرائيليات إلى الموروث الديني عند علماء المسلمين؟ هل تأخر أو بدأ في عهد الصحابة؟ الجواب، قال: مبدأ دخول، صفحة 114 الجزء الأول، صفحة 114، مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير، نستطيع أن نقول أن دخول الإسرائيليات أمر يرجع إلى عهد الصحابة. إذن منذ البداية، وهذا الذي عبرنا، قلنا أعزائي نحن لا نريد أن نقول بأنه القضية فقط بدأت ما بعد عهد أمير المؤمنين، لا ليس الأمر كذلك، وإنما قبل ذلك، ولكن كظاهرة رسمية وأجهزة تبنت هذا، إنما بدأ في عهد معاوية. إلى أن يقول: وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى وغيرهما، كان مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابة. إذن من أهم مصادر التفسير عند الصحابة ما هو أعزائي؟ أهل الكتاب.
التفتوا إلى هذه الحقيقة جيدا أعزائي. هذه نتيجة الخلق ومنع تدوين الحديث، هذه واحدة من آثار الخطيرة التي ترتبت على منع ماذا أو على عدم تدوين الحديث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. التفتوا لي جيدا أعزائي. إذن واضح هذا الرجل، هذا مو سن، هذا مو شيعي عزاء، واحد من كبار علماء الأزهر ده يقول هذا الكلام، هو يعني من مدرسة الصحابة الذي يعتقد أن الصحابة كلهم ماذا عدول، بل بعد ذلك سيتضح لكم أن هذا موقفه موقف أموي، ومع ذلك يقول ماذا؟ يقول هذا الكلام. يقول كان مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابة، فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن ولم يتعرض له، فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام وحملوا معهم ثقافتهم الدينية من اليهود ماذا؟ والنصارى. إذن مصدر أصبح أهم المصادر، مو مصدر، أهم المصادر. جيد، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، أثر ودور الإسرائيليات في الموروث ماذا الروائي؟ هل النسبة كانت قليلة 10% 5% 3% أو نسبة معتد بها اللي واقعا تغير المنظومة ماذا المعرفية عندنا؟ تعالوا معنا إلى صفحة 120 من الكتاب. يقول أثر الإسرائيليات في التفسير، ولقد كان لهذه الإسرائيليات التي أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى. إذن صار المفسر للقرآن من أعزائي؟ كعب الأحقاب. مو صحابة رسول الله، مو علي بن أبي طالب أعزائي، مو باب مدينة علم رسول الله، بل من صار مولانا؟ صار عبد الله بن سلام، وصار كعب الأحبار، وهب بن منبه، وابن جريح، وهذه الطبقة من ماذا؟ من رموز الموروث الإسرائيلي. التفتوا لي أعزائي. إذن وعندما تقرأ أي رواية أعزائي، لا أستثني سنة وشيعة، أي رواية تقرأها وردت في ذيل آية، لا بد أن تتأكد أنه واقعا صدرت من رسول الله أو جاءت من الموروث ماذا؟ من الموروث الإسرائيلي. قال كان لهذا وشرحوا بها كتاب أثر سيء في التفسير، ذلك لأنه لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة. يا ليت فقط هذا الموروث الإسرائيلي كان في عهد الصحابة، بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا، كل ما سمعوا وكل ما كان أغرب وأعجب وكذا ماذا أخذ موقعه في الفكر وفي العقل الإسلامي أكثر، بل ودخل هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالية المخترع، مو فقط إسرائيليات أساطير، وإنما أساطير، أحسنتم، خرافات، مما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئا مما جاء فيها. بقدر ما اختلطت هذه الإسرائيليات والخرافات والشعوذات مولانا في الروايات التفسيرية، وقع الإنسان عندما يدخل إليها لا يستطيع أن يقبل منها، لاعتقاده أن الكل من واد واحد، لأنه لا يستطيع أن يميز. وبتعبير علم الأصول هناك علم إجمالي بأن مجموعة كبيرة من هذه الروايات، انظروا أعزائي، لو عندنا الآن إناءين، أحد الإناءين طاهر والإناء الآخر ماذا؟ نجس، ولا نعلم الطاهر من النجس، هل نستطيع أن نستفيد من أحدهما أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، لماذا؟ لأنه أضع يدي على أي واحد أحتمل أنه هو النجس. كذلك في الروايات الإسرائيلية والتراث الخرافي والأسطوري أعزائي، هذه اختلطت ماذا؟ بالروايات. ومن هنا نحتاج إلى ميزان لتمييزها. ما هو الميزان أعزائي؟ نحن نعتقد أن الميزان هو القرآن والعقل، القرآن والعقل، لا أنه سند الحديث. سند الحديث لا ينفعنا شيء. وفي الحق
أن المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك في طريق المشتغلين بالتفسير، واقعا لا يستطيعون أن يشتغلوا، وذهبوا بكثير من الأصحاب الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح، اختلط الحابل بالنابل، أصبحت الحقيقة واقعا ضائعة جدا جدا غائبة، هي النشاز. أحسنتم أعزائي. السؤال الرابع: من هم رموز الموروث الإسرائيلي؟ صريحا يقول، يقول أعزائي أقطابه، هو يقول من؟ التفتوا، الدكتور الذهبي، يقول الدكتور الذهبي يقول في صفحة 123: أقطاب الروايات الإسرائيلية، أقطاب الروايات الإسرائيلية، يعني رموز هذه الحركة في الموروث الإسرائيلي. من هم أعزائي؟ موروث الإسلام الإسرائيلي، لا الإسرائيلي الذي أقطاب الموروث الإسرائيلي الذي أدخلوه إلى الموروث الإسلام. الأول أعزائي عبد الله ابن سلام، الثاني أعزائي كعب الأحبار، الثالث وهب ابن منبه، الرابع أعزائي ابن جريح. يقول هؤلاء أقطاب التراث أو الموروث الإسرائيلي الذي نقلوا إلينا ماذا؟ تراث الإسرائيليات من صدق وكذب وخرافات وشعوذة وسحر ومعاجز وكلها أدخلوها أين؟ أدخلوها في عقل الصحابة، في عقل الصحابة. فالعقل، التفتوا احفظوا لي هذه الجملة أعزائي، فالعقل أو واحدة من أهم مصادر العقل المكون للعقل، لعقل الصحابة. من هم ماذا؟ الإسرائيلي، الإسرائيليات. أعيد أعزائي، واحدة من أهم قنوات وتشكيل عقل الصحابة وثقافة الصحابة. من الذي كونه وشكله العقل المكون له؟ الإسرائيلي. وهذه هي التي صارت بعد ذلك صارت كتب مدونات بعد ذلك في عصر التدوين، يعني بعد ذلك هي التي شكلت المصنفات عندنا من حديث وتاريخ وعقائد وقصص ومعاجز. أساسيات العقيدة تكونت أين؟ تكونت في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين. من الذي كون هذا العقل وشكله ونظمه وكان يديرهم من خلال الريموت أعزائي؟ من أعزائي؟ هؤلاء الأربعة الذين أشرنا إليهم. جيد، سؤال: ما هو موقف علماء المسلمين من هذه الرموز؟ أيدوهم؟ لم يؤيدوهم؟ قبلوا منهم؟ لم يقبلوا منهم؟ رفضوا تراثهم؟ لم يرفضوا تراثهم؟ سؤال طبعا ما أقف طويلا لأنه عندي أبحاث كثيرة أريد أن أصل إليها. أعزائي تعالوا أولا معنا إلى العلامة الكبير عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، العلامة عبد الرحمن المتوفى 808 من الهجرة، اعتنى به مصطفى شيخ مصطفى مؤسسة الرسالة ناشرون، صفحة 457. عندما يأتي إلى هذه الحقيقة أعزائي هكذا يقول، يقول التفسير على نحوين: تفسير نقلي وتفسير لغوي. الآن عندنا نتكلم في التفسير النقلي، يعني نفسر الآية من خلال الرواية. يقول: مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف وهي الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآية، وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين.
إذن واضح هم المصدر. هم المصدر. واتضح أنه مصدر الصحابة والتابعين ممنين مولانا؟ جزء منه. لا أقل جزء أساسي كما قال الدكتور الذهبي. وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود. هسه لماذا كل ذلك؟ يقول والسبب في ذلك، لماذا أنه اجتمعت في مصادرهم مثل هذه الروايات غث وسمين؟ وهذول الصحابة وتابعين كان ينبغي أن يوجد لا يوجد عندهم إلا السمين إلا الصحيح، لماذا يوجد عندهم الغث والسمين والفاسد وإلى غير ذلك؟ يقول والسبب في ذلك، لأنه ينظر إلى القضية من بعد اجتماعي نفسي، يقول والسبب أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وعموم الصحابة أيضا ماذا؟ من عرب الجاهلية، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية. هذه قراءة ماذا؟ هذا التحليل الاجتماعي لهذه الظاهرة. لماذا أن الصحابة توجهوا إلى من؟ إلى هذا، إلى غيرهم لأخذ هذا الموروث منهم. يقول فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، وهذه ما موجودة في حديث رسول الله، فالتجوا إلى من؟ إلى هؤلاء، إلى هؤلاء الذين عندهم معلومات أو ثقافة ماذا؟ يهودية ونصرانية ومجوسية وإلى غيرها. فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. سؤال، وكيف الصحابي يأخذ من يهودي؟ يقول لا، الصحابي ما أخذ من يهودي، الصحابي أخذ من مسلم، ولكن هذا المسلم كان ماذا؟ يحمل ثقافة يهودية. كان يهودي. يهودي. كان يهودي. هسه بعضهم لعله دخل إلى الإسلام صادقا، نحن لا نريد أن ننفي، وبعضهم دخل إلى الإسلام ماذا؟ مغرضا منافقا، وكم له من نظير. يقول فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم من ثقافتهم العقائدية والتاريخية مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية، فقط الواجبات صلاة وصوم وحج، تبدلت ظواهرهم، قصة الخلق، سفر التكوين، كلها العقائد والتاريخ والقصص كلها من هناك. مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك. وهؤلاء هم، التفتوا جيدا، مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام، هذه الأقطاب، هذه الأقطاب وأمثالهم. فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم. إذن لا تقولي سيدنا روايات واردة كثيرة سنة وشيعة، بئسا لهذه الروايات التي مصدرها من؟ مصدرها كعب وهب عبد الله بن سلام ابن جريح مولانا. ومن أدخلها إلينا؟ واحدة من أهم القنوات الرسمية، أمثال ماذا؟ أمثال أبو هريرة أعزائي، أمثال أبو هريرة أعزائي. ومن هنا وجدتم بيني وبين الله من حقه مو أن ينقل لنا 5347 رواية، بل ينبغي أن ينقل لنا 535,000 رواية مولا. لماذا؟ لأن مصادره ما هي؟ كل واحد يملك عشرات الآلاف من الروايات، وهو عاش معهم كم؟ عاش معهم 50-60 عام، لأنه إذا قلنا أنه وفاته في 57 أو 58، فإذا هو دخل إلى ماذا؟ دخل 50 عام، بقي مع ماذا؟ نصف قرن مع هؤلاء، ويأخذ منهم، ولكن ينسبها لمن؟ لرسول الله. أحاديث يأخذها من كعب، يقول قال حبيبي وخليلي رسول الله، قال حبيبي وخليلي رسول الله، قال فامتلأت. وليست مما يرجع إلى الأحكام، وحيث أنه يقول أن المفسرين عندما جاءوا إلى هذه الروايات، حيث أنها لم ترجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة، فلهذا بعد لم تعاملوا بتساهل، معهم أحسنتم. ومن هنا دخلت نظرية التسامح في أدلة أو روايات ماذا؟ التفسير.
بعض الطلبة يعرفون ما أقول، التسامح في أدلة السنن، ولعل نظرية التسامح في أدلة السنن عند الشيعة أيضا ماذا من هذه النظرية، يعني ما يرتبط بالمستحبات والمكروهات، نتصعب نشدد فيها أم لا نشدد؟ هي مستحبة. لا مستحبة، يا الله خلي يكون يدخل في الشريعة. وإذا أنت الآن تدخل في كل رسالة عملية أعزائي تجد في المقدمة يكتبون ماذا؟ يكتبون أن ما نذكره من المستحبات والمكروهات ليست لها أدلة عندنا، وإنما ذكرها بعض العلماء. وإذا بدأ تتضخم عندنا الشريعة وبعض المستحبات والمكروهات بدأت تشكل العقل الإسلامي والشيعي بشكل غريب ورهيب، وتدمر العقلية ماذا؟ الإسلامية. وإذا تقول يقول مستحب مولانا، مستحب مولانا، يا أبا فلان شيء يقول مستحب مولانا، موجودة في الرسالة العملية. وإذا هي كلها مناشئها ما هي؟ قال وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل. وتساهل المفسرون في ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها من أين أعزائي؟ وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك. هذا المورد الأول، وهو العلامة ماذا؟ ابن خلدون. وأنتم تعلمون العلامة ابن خلدون أو ابن خلدون بيني وبين الله، لا فقط أنه ليس شيعيا بل ليست له أي ميول شيعية، بل هو ماذا؟ بل بالعكس من ذلك. والآن ما أريد أدخل، تعالوا إلى الشخص الثاني أعزائي، فجر الإسلام. فجر الإسلام تأليف أحمد أمين، دار الكتاب العربي، الصفحة 205 أعزائي. وفي هذا العصر، أعني عصر التابعين، تضخم التفسير بالإسرائيليات والنصرانيات لكثرة من دخل منهم في الإسلام وميل النفوس لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية ونصرانية. وقد تتبعنا، من يقول؟ أحمد أمين. وقد تتبعنا في تفسير ابن جرير كثيرا من الآيات التي وردت عن بني إسرائيل. إذن هذا التفسير الذي هو أعظم التفاسير عند أهل السنة وأهم التفاسير وأوثق التفاسير، حتى ابن تيمية يقول أحمد أمين نحن تتبعنا وجدنا في الأعم الأغلب الروايات التي ينقلها من أي روايات؟ من الروايات الإسرائيلية. هنا تأتي الخطورة، عندما أن العالم الشيعي أو المفسر الشيعي عندما ينقل المطالب من تفسير من؟ من تفسير أبي جعفر من غير تحقيق، عند ذلك يبتلي بالإسرائيليات من غير ماذا؟ من غير أن يعلم. وهذا ما قرأناه بالأمس لكم، أن الشيخ الطوسي قال ذكر الواقعي وأبو جعفر. تسمحوا لي أنه هذه أوضحها، هذه قضية مهمة. بلي. تسمحوا لي، أحسنتم، حصل فيها إرباك بالأمس، حصل فيها إرباك أعزائي. التفتوا لي أعزائي، انظروا لي أعزائي، التفسير هاي الرواية واردة أين؟ أنا بالأمس ذكرت هاي الرواية، وبعض الأعز الفضلاء اتصل علي قال سيدنا لماذا تقول عن الشيخ الطوسي هذا؟ لا عزيزي، أنا ما اتهمت الشيخ الطوسي. الرواية هذه أعزائي في تفسير الطبري، أعزائي التفتوا لي، تفسير الطبري تحقيق التركي الجزء التاسع دار علم عالم الكتب، يقول الرواية هذه كان عدي وتميم الداري وهما يتجران إلى مكة في الجاهلية، فلما هاجر رسول الله حول متجرهما إلى المدينة، فقدم ابن أبي ماريا مولى عمرو بن العاص المدينة. هاي القصة أعزائي وين موجودة؟ اللي منقولة من أين هي؟ من الإسرائيليات، من هناك. هاي وين موجودة أعزائي؟ في تفسير الطبري. التفتوا لي جيدا، عندما جئنا إلى تفسير الطوسي، التبيان في تفسير القرآن اللي هو تقريبا بعد قرن ونصف من الطبري، نجد في المجلد الرابع صفحة 42 هذه عبارته، ذكر الواقدي
وأبو جعفر. أعزائي، هذا المسكين المحقق عندما حقق كتب بجنب أبو جعفر عليه السلام. فتصور أن الشيخ الطوسي مقصود من أبي جعفر من؟ الباقر، الإمام الباقر، فجعلها عليه السلام، مع أنه يقينا أن الشيخ الطوسي مو مراد من أبي جعفر، ماذا؟ الإمام الباقر، بقرينة قال ذكره بعد الواقدي، هذا أولا. وقال ذكر، ولا يعبر الشيخ الطوسي عما يقوله الأئمة بذكر، يقول روى. أعزائي التفتوا، ثم قدم الواقدي، ثم قدم الواقدي، أحسنتم. وهذا يكشف أن الشيخ الطوسي كان ملتفت أنه ده ينقل عن من؟ عن الطبري. عن الطبري، ولكنه كما قلت أن المشكلة في المحقق، جعل بجنبها ماذا؟ عليه السلام. أن سبب نزول هذه الآية ما قال فلان كان تميم الداري وأخوه عدي نصرانيين، وكان متجرهما إلى مكة، فلما هاجر رسول الله إلى المدينة قدم ابن أبي مارية وحول تجارته إلى نفس الرواية التي قرأناها من هنا. جيد جدا، إلى هنا واضح بأنه الروايات الإسرائيلية من الموروث الإسرائيلي جاءت إلى أبو هريرة، من أبو هريرة دخلت إلى البخاري، من البخاري جاءت إلى الطبري، من الطبري جاءت إلى من؟ إلى الطوسي. الآن الطامة أين بدأت؟ الطامة أين بدأت أعزائي التفتولي؟ الطامة بدأت هنا، وهو أن صاحب مجمع البيان الطبرسي أو الطبرسي في تفسير القرآن دار المرتضى المجلد أعزائي الثالث، في ذيلها ينقل، يقول سبب هذه نزول هذه الآية أن تميم الداري وأخوه عدي وهما نصرانيان، ينقل القصة كاملة ممن؟ من البيان، من البيان، من التبيان، تبيان. مو من أبي جعفر الطبري. بعد أن ينقلها يقول فنزلت الآية عن الواقدي. هناك ماذا قال؟ قال ذكر الواقدي. هنا بالأخير بدل يقول أول الواقدي بالآخر جعل الواقدي، ومع الأسف الشديد قال وهو المروي عن أبي جعفر، فتصور أن أبا جعفر هناك من؟ الإمام الباقر، فعبر عنه المروي، مع أن الشيخ الطوسي معبر ماذا؟ ذكر مو روى. عد النتيجة ما هي؟ النتيجة الآن الذين يرجعون إلى مجمع البيان، إما الخطيب، إما الكاتب، إما المحقق، إما المفسر، يقول وقد روى في مجمع الطبرسي في مجمع البيان عن الإمام الباقر، وهي رواية من أعزائي رواية كعب الأحبار، رواية عبد الله بن منبه، عبد الله بن وهب بن منبه، عبد الله بن سلام ابن جريح، وأبطال الموروث الإسرائيلي. واضح أعزائي؟ وعندي شاهد آخر على أن هذه الرواية ليست عن الإمام الباقر، أن في تفسير نور الثقلين للحويزي عندما جاء إلى هذه الآية 107 من سورة المائدة لم ينقل رواية عن الإمام الباقر، فقط نقل كلام من؟ مجمع البيان، مو قال وتوجد رواية عن الإمام، فقط قال وهو المروي عن أبي جعفر الباقر. ولو حقق لرأى بأنه أساسا لا توجد رواية عن الإمام الباقر. جيد، هذا ثانيا. تعالوا معنا أعزائي مرة أخرى، يقول بأنه من يقول؟ أحمد أمين يقول وقد تتبعنا في تفسير ابن جرير كثيرا من الآيات التي وردت عن بني إسرائيل، فإذا بطل الرواية فيها، فإذا بطل الرواية فيها من؟ وهب بن منبه، أحد مصادر الإسلام. وقد ذكرنا قبل أنه كان من يهود اليمن وأسلم، فكان يقص كتب اليهود وأحاديثهم من غير تحر دقيق، ومن غير أن تصبغ روايته صبغة علمية، وتساهل المسلمون في أخذهم عنه كما أشار إليه ابن خلدون، كما نقلنا لكم العبارات. ولكن ذكاء هؤلاء، لأنه واقعا يريدون، يعرفون ماذا يريدون أن يفعلوا، ماذا كان يفعلون؟ يقول ويظهر أنه وضعوا كثيرا من الروايات على لسان ابن عباس وعلي،
ولذا عرف بأنه روايات كثيرة وردت عن من؟ عن ابن عباس، عن ابن عباس. وجملة منها ممن؟ حبر الأمة، حبر الأمة، حبر الأمة، سميه ما تشاء مولا. وهي في الواقع ماذا؟ في الواقع موضوعة على لسانه. ولذا هاي الموسوعة اللي موسوعة ابن عباس واقعا كثير من الخلط الواقع فيها هو هذا، وهو أنه تصور أن هذه روايات ابن عباس موسوعة، لأن أحد المعاصرين ده يكتبها في النجف أعزائي، ونقل روايات كثيرة وهي في كثير في الواقع ماذا؟ هي روايات ماذا؟ إسرائيلية وضعت على لسان. تقول سندها صحيح في كتب القوم؟ أقول نعم، موجودة في البخاري، ولكن البخاري ممن أخذ؟ أخذ من أبوه، من أبي هريرة، أخذ من الصحابة، والصحابة من كان أساتذتهم؟ أساتذتهم كان الموروث الإسرائيلي، إسرائيلي أعزائي. لا تقول لي هذا الكلام. يقول ويظهر أنه وضع على ابن عباس وعلي أكثر مما وضع على غيرهما، ولذلك أسباب، أهمها أن عليا وابن عباس من بيت النبوة، فالوضع عليهما يكسب الموضوع ثقة وتقديسا. واقعا الآن بمجرد أن أقول لك عن الإمام الباقر أنت بعد تتردد أن تقول هذه كذب. بابا الإمام الباقر، بابا والله أنا ما أريد أرد رواية الإمام الباقر، ولكن هذا ده يكذب، هاي مو رواية الإمام الباقر، هذا الإنسان ده يختلق، هذه مو رواية الإمام علي. فكم وضعوا عن لسان سائر الصحابة؟ هسه اتركوها، ما شاء الله ما شاء الله. قال فالوضع عليهما يكسب الموضوع ثقة وتقديسا، لا يكسبهما الإسناد إلى غيرهما. ومنها، من تلك الأسباب، أنه كان لعلي من الشيعة ما لم يكن لغيره. بمجرد يسمعون الرواية عن علي ماذا؟ بعد يقبلون، يتعبدون بها. خلاص مولانا العقل لا يوافق عليها، الروايات لا توافق عليها، والله أجل أمير المؤمنين أن يقول هذا الكلام. رواية موجودة في كتب القوم مجمع عليها، ماذا تفعل له؟ قال ومنها أنه كان لعلي من الشيعة ما لم يكن لغيره، فأخذوا يضعون وينسبون له ما يظنون أنه يعلي من قدره العلمي. إي والله يتصورون أن علي يحتاج إلى مثل هذه الروايات. وأما ابن عباس، يقول وأما ابن عباس، هاي الظاهرة متى انتشرت؟ عندما جاء بنو العباس إلى الحكم، وابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون، يتقرب إليهم بكثرة المروية عن جدهم. قال ابن عباس، قال ابن عباس وبنو العباس، حتى أحسنتم جزاك، بغض النظر عن البعد السياسي. وإن شئت فانظر إلى ما روى ابن أبي فلان وفلان وفلان، يذكر مجموعة من ماذا؟ من المصادر التي تثبت هذه الحقيقة. وأختم عزيزي كلامي بما ذكره أحد الأعلام المعاصرين والمحققين والشيوخ الكبار، الذي لا يمكن لأحد أن يرد كلامه، من أهل السنة، وهو الشيخ محمد رشيد رضا، صاحب تفسير ماذا؟ المنار، مقرر أبحاث الإمام محمد عبده. تعالوا معنا تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار، تأليف الشيخ محمد رشيد رضا، وهي مجموعة بدروس الشيخ محمد عبده، دار إحياء التراث العربي، الجزء الأول أعزائي، صفحة 13. يقول وصرح في هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه، مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما. بمن؟ بكعب الأحبار ووهب بن مهم. فماذا؟ فقالوا من الثقات الأجلاء، فكل ما قالوه فهو ماذا؟ صحيح. فهو صحيح. قال اغتروا بهما وعدلوهما، يعني من العدول، فكيف لو تبين لهم أو له، كلام ده يتكلم عن ابن تيمية، كلام له سابق، فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهاب. يقول هو ما كان يعلم بكذبهما واتهمهما،
فما بالك لو علم ماذا بكذبهما. قال فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما، يعزون كل شيء، وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه. مو كان يختلقون فقط على الإسلام، أصلا كان يكذبون على التوراة والإنجيل، يحرفون الكلمة عما. أحسنتم، لا هذا مهنة تبين. قديمة الأدلة. لا يعني هذا بيني وبين الله هذا اختلاق مركب، ما أدري مركب مضاعف مكعب ما أدري متوالية هندسية متوالية عددية، والله لا أعلم مولانا هذول كم شكل من الوضع كان ماذا ها كان يضعون. يقول مو أنه ما موجودة في كتب المسلمين، حتى ما موجودة ماذا في كتب التوراة والإنجيل. هذول كان أصلا كيف يمكن أن أصلا مجموعة من الزنادقة، مجموعة من الزنادقة كانوا قصدهم أن يخربوا كل شريعة. يقول وعزمهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه، ولا حومت حوله أصلا لا من قريب ولا من بعيد مرتبطة بكتب السابقين، فضلا ماذا فضلا عن الإسلام. طبعا هذا المحققين من علماء المسلمين يقولون هكذا. أما الاتجاه الأموي بالأمس قرأنا لكم أنه شعيب الأرناؤوط ماذا قال، ماذا قال عن أبي هريرة ها؟ قال إمام سيد الصحابة فقيه مجتهد معجز، ونفس هذا الكلام أعزائي يكون في علمكم، ونفس هذا الكلام نحن نجده في بتعبير أبطال، هو يقول أقطاب الرواية الإسرائيلية، ولكن عندما يأتي إليهم أما عبد الله بن سلام من؟ الدكتور الذهبي أعزائي، الدكتور الذهبي، ويأتي إليهم يقول هذا ولا نستطيع عبد الله بن سلام أن نتهم الرجل في علمه ولا في ثقته وعدالته بعدما علمت أنه من خيار الصحابة وأعلمهم. فكيف أقطاب الرواية الإسرائيلية؟ والله أنت أحفظ لياها أعزائي، ها التفتوا، أقطاب الروايات الإسرائيلية، ولكنه هو ماذا؟ هو من خيار الصحابة وأعلمهم، وبعدما جاء فيه من آيات القرآن، وبعدما اعتمده البخاري، يقول دليلنا أن البخاري اعتمده. أحسن، الآن اتضحت المعادلة، اتضحت السلسلة، يعني يقصي عقله يقصي كله، لأنه البخاري قال ثقة فهو ماذا؟ فهو ثقة. بدل أن يحاكم اعرف الحق تعرف أهله، ماذا؟ يريد أن يعرف الحق بالرجال، مو أن يعرف الرجال بالحق. سلام الله عليك يا أمير البيان ويا أمير التوحيد بعد رسول الله يا علي بن أبي طالب، قال اعرف الحق تعرف أهله. من أدخله الرجال إلى الدين أخرجه ماذا؟ أخرجه الرجال من الدين. هذا واحدة من أهداف هذا البرنامج، نريد أن نقول، لا تقولون قال البخاري قال مسلم قال مسند قال أحمد قال الطوسي قال المفيد قال العلامة قال المجلسي قال 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 مع حذف قال من هو، لا 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 لا، نعم قال الله قال رسول الله إذا ثبت أن رسول الله قال، قال الصادق إذا ثبت أنه قاله الصادق، مو أنه وضع ماذا على لسان الصادق. نعم هؤلاء هم المقدسون، أما غيرهم فهي آراء ماذا؟ فهي آراء اجتهادية، وهذا ما أشرنا إليه مرارا وتكرارا أنه لا مقدس لغير المعصوم. كعب الأحبار هذا عبد الله بن سلام، كعب الأحبار ماذا تقول في حقه؟ يقول أما كعب الأحبار أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض الناس، فابن عباس على جلالة قدره، التفت، وأبو هريرة على مبلغ علمه نقلوا عنه.
نقلوا عن كعب الأحبار. أهبلي أحسن. يعني تعود الرواية. شوفوا والله ما أدري أنتوا عارفوا الموازين. يعني أنا هو تابعي. ما لا نعرف والله ما أعرف. صحابي ينقل عن تابعي. والله لا نعلم. والله لا نعلم. ما نعلم. إحنا نريد نصحح كعب الأحبار بأبو هريرة. لو نصحح أبو هريرة بكعب الأحبار والله لا نعلم. شوفوا الموازين كيف انقلبت. وهذا يدعي أستاذ 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 أعزائي. يقول فكيف يمكن أن أطعن فيه وقد نقل عنه؟ طبعا اتضح أنه مو نقل عنه ابن عباس وإنما جعل ماذا على لسان ابن عباس. تعالوا معنا إلى الثالث. من هو الثالث أعزائي؟ الثالث من هو؟ وهب بن منبه. قال وأما وهب بن منبه، التفتوا، وهب بن منبه قال وأما وهب بن منبه فيقول فلا إشكال أنه لا يمكن أن نطعن عليه، ولقد كان وهب بن يرى من نفسه أنه قد جمع كذا وكذا فيكون أعلم أهل زمانه، وكعب أعلم أهل زمانه. وأما الرابع فكذلك ابن جريح مولانا، يقول وكذلك ابن جريح فقد وثقه الإمام أحمد وقال من أوعية العلم ونحن معه في ذلك. إذن الاتجاه الأموي اتضح كاملا. المجرى ماذا؟ يعني أنتم وجدتم رشيد رضا ماذا يقول؟ أحمد أمين ماذا يقول؟ ابن خلدون ماذا يقول؟ هو ماذا يقول؟ هو يقول أقطاب الإسرائيليات. جيد سيدنا، جملة واحدة بلغنا في النتيجة ما هو نسبة عدد الروايات المكذوبة ونسبتها إلى الروايات ماذا؟ صحيح. أعطينا نسبة في النتيجة، خلينا نستقر على رأي سيدنا. تشكيك 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 في تراث المسلمين في النتيجة. بيني وبين الله سوف لا أقول شيئا من عندي، وأنقل لكم روايات ماذا؟ روايات أكابر علماء المصححين. يعني أولئك الذين تكلموا في علم الإسناد، في علم الجرح والتعديل. يعني من قبيل من؟ يعني من قبيل أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج، لأن هذا عنوان أمير المؤمنين لا يعطوه لكل أحد. من قبيل إمام الجرح والتعديل الدار قطني. من قبيل الإمام أحمد بن حنبل. هاي الثلاثة أنا سأنقل آراءهم ماذا يقولون. تعالوا معنا إلى شعبة ابن حجاج. في شعبة ابن حجاج أعزائي، هذا سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء السابع مؤسسة الرسالة. أنا أعرفكم أول من هو شعبة. قال شعبة ابن الحجاج الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث. هذا من هو؟ شعبة ابن الحجاج. هذا أولا. ثانيا الدارقطني. الدارقطني أعزائي ترجمته سير أعلام النبلاء عند الإمام الذهبي الجزء السادس عشر رقم الترجمة 332. قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام علم الجهابذة أبو الحسن علي من أهل محلة دار القطن ببغداد. جيد، هذان العلمان ماذا يقولان عن نسبة الحديث؟ أعزائي أنا أنقل كلمة والعهدة على الناقل، أنا مو مسؤول عنها. العهدة على ابن أبي الحديد السني المعتزلي في شرح نهج البلاغة، في شرح نهج البلاغة في ذيل الخطبة، وإنه سيأتي عليكم. أمير المؤمنين يقول وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق. عجيب الله. ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. بعد مو بعيد يعني بعد عهدي سلام الله، بعد 40 من الهجرة. وليس عند ذلك أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه وحفظته، فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤوين. تعال سيدي يا أمير المؤمنين، تعال انظر الآن العاصمة.
السنة أين القرآن عندهم؟ تعال الآن انظر أنه في الحواضر العلمية ماذا بقي من القرآن، في الحوزات العلمية الشيعية ماذا بقي من القرآن؟ هل هو يدرس؟ هل يدرس؟ هل يكتب؟ هل يعطى له القيمة؟ أو أن القيمة لفقه الحلال والحرام، وأن المرجعية لفقه الحلال والحرام، وأن الأموال لفقه الحلال والحرام، وأن القدسية لفقه الحلال والحرام؟ لا لأهل القرآن، لا للقرآن، لا لأهل القرآن. ولذا أنا عندي كتاب العلامة الطباطبائي، بودي أن الأعزة يراجعون هذا الكتاب لتعرفوا هذا المفسر الكبير كيف عاش حياته رحمة الله عليه. يقول: ضاقت بي الأمور ولم أستطع أن أعيش، أن أأكل عشاء الليل، اضطررت أن أرجع إلى منطقتي في تبريز، وعشر سنوات أعمل في الزراعة حتى أستطيع أن أعيش لأرجع مرة أخرى إلى الحوزة. لماذا؟ لأنه لا يعرف الفقه والأصول، مع أنه كان مجتهدا من النجف، ولكنه كان يهتم ماذا؟ بالقرآن. هذه طبعا هاي في حوزة قم، نعم في هذه حوزة قم، نعم نعم نعم، ولكن بحمد الله تعالى الآن ليس كذلك، الحمد لله رب العالمين. الآن هناك نهضة قرآنية في الجمهورية الإسلامية، نهضة قرآنية توجد، نهضة موجودة بحمد الله تعالى، مئات الآلاف. ولذا من هنا أوجه دعوتي إلى حوزة النجف أولا، وإلى كل المراكز العلمية في العراق ثانيا، وإلى كل الحواضر العلمية الشيعية في كل مواطن وجود الشيعة: عليكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله، بالكم أن يكون القرآن خصيمكم يوم القيامة، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول: فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان، فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليس فيهم. عجيب، لأنه يريدهم أحد أو لا يريدهم؟ الكل معرضون، كل معرضون. خلي أكمل ولو أنه أدري المشاهد الكريم. قال: وليس فيهم ومعهم وليس معهم. التفت جيدا، يقول: إذا أبعد القرآن حياة الناس فقد جاءت الضلالة. تقول: مفقه موجود، مراجع الفقه موجود، موسوعات فقهية عندهم. يقول: لأن الضلالة لا توافق الهدى. يعني إذا ترك القرآن فجاءت ماذا مكانها؟ جاءت، لأن القرآن هو كتاب الهداية لا علم آخر. فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلا اسمه، ولا يعرفون إلا خطه وزبره، ومن قبل ما مثلوا بالصالحين إلى آخره. في ذيل هذه الخطبة ابن أبي الحديد ماذا يقول؟ يقول: أخبر عليه السلام أنه سيأتي على الناس زمان من صفته كذا وكذا كما بين، وقد رأيناه. من يقول؟ ابن أبي الحديد. ورآه من كان قبلنا أيضا، قال شعبة إمام المحدثين. نقلنا من هو أمير المؤمنين في الحديث؟ شعبة بن الحجاج. 9 أعشار الحديث كذب. يعني أنت قلت تضع 10، طبعا أين هاي؟ هاي في صحيح البخاري ومسلم. يعني 90% بالنسبة. أحسنتم، هذه مو أنه دي يقول كل الروايات التي لم تكتب، لا، المصنفات. 9 أعشار الحديث كذب. وقال الدارقطني، هذا هو مهم، هو مهم أعزائي، هو مهم، هو مهم أعزائي. ما الحديث الصحيح في الحديث إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود؟ بينك وبين الله لها قيمة وليس لها قيمة. شعرة واحدة بيضاء في ثور ماذا؟ في ثور أسود. كله شعر أسود، كله شعر أسود. ما الحديث الصحيح في الحديث إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وأما غلبة الباطل على إلى آخره. جيد سيدنا، هاي 2 بعد منو عندك سيدنا؟
ها عندي وقت؟ قال له لا خلاص انتهى الوقت. انتهى الوقت سمحت السيد. دقيقة واحدة نأخذ من وقت المتصلين. جيد دقيقة واحدة وبعد ذلك بيني وبين الله أكمل الحديث غدا. هذه أمامكم أعزائي الإمام أحمد بن حنبل. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد للعلامة الألباني. انظروا ماذا يقول عن مسنده. هذا المسند تقريبا يقع أعزائي في حدود 35 إلى 37 ألف حديث. هذا فيه يقول من؟ يقول الإمام أحمد: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته. سوي لي النسبة أستاذ علاء، سوي لي النسبة. وانتقيته، إيش قلنا؟ 35 ألف حديث. وانتقيته من أكثر من 750 ألفا. فال35 نسبة إيش قال؟ يعني 1 إلى 20. تبين بأنه الشعبة كان يقول 1 إلى 10. أحمد إيش قد يقول؟ يقول 5% مو 10%، مو 1 بالعشرة، نصف بالعشرة منه. نصف. من يقول؟ إمام الحنابلة: انتقيته من أكثر من 750 ألفا. بعد: فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجته. ارجعوا أي حديث تحتاجون إلى مسند أحمد، فإن وجدتوه وإلا إذا ما وجدتوه ترى باقي كله كذب، ملا كله ليس بحجة. 750 يعني بعبارة أخرى 720 ألف حديث شنو؟ وهي منتشرة أين؟ في العقل الإسلامي والثقافة الإسلامية. هسه يا ليت عزة، خلي ذهنك يم، يا ليت أن كل ما في مسند أحمد كان صحيحا. آلاف الأحاديث، شعيب الأرنؤوط والعلامة الألباني وأحمد محمد شاكر وأحمد الزين، آلاف الأحاديث ضعفوها من أين؟ من مسند أحمد. مع كل هذه التنقية والغربلة آلاف الأحاديث فقط. أنا تخرج النسبة تقريبا 5%. بعد هسه الآن عزيز، إذا أخذنا لا اسمعوا لي هسه أنا أنقل رقم واحدا من مسند أحمد وأترك ولو دقيقتين ثلاثة للمشاهد الكريم. التفتوا لي، في مسند أحمد هذه أمامكم، هذا أمامكم من؟ مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد الثاني عشر يقول، التفت، نقل أبو أحمد بن حنبل عن أبي هريرة 3870 رواية. هاي الروايات 90%. لو طبقنا النسبة على روايات أبي هريرة يطلع. حتى تعرفون إذن كيف اخترقت الروايات الإسرائيلية مسند ماذا؟ مسند أحمد. ولذا هذا الكتاب مسند أحمد يبدأ أعزائي من المجلد 12. انظروا أعزائي، هذا كم المجلد؟ المجلد 12 والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، اللي هذا أعزائي هذا مجلد السادس عشر. انظروه، هذا مجلد السادس عشر. عندها يقول العلامة شعيب الأرنؤوط: وبهذا انتهى مسند أبي هريرة. 5 مجلدات كاملة فقط روايات أبو هريرة، تلميذ من؟ تلميذ كعب الأحبار وقادة ماذا؟ وقادة الموروث الإسرائيلي. أعزائي المشاهدين، نستمع مباشرة إلى مداخلاتكم، لم يبق سوى 4 دقائق. علي من الكويت، تفضل علي. أخ علي تفضل. أخ علي ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ علاء يعطيك العافية وسلم على السيد، الله يسلمك وتبارك به، وأطلب منه في هذه الليالي الدعاء لي شخصيا. الله يتفضل. سيدنا نعم، تفضلت بإسلام الحديث من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، وهذا موضوع جدا رائع وكله كروعة يا سيد. بس أكو نقطة، طبعا الصوت مو واضح، ما قاعد أسمع زين. نحن نسمعك بشكل جيد، تفضل أخي علي. أكو نقطة سيدنا،
نحن غيبنا حتى العدل للقرآن الكريم الذين لم يفترقا حتى يرد علي الحوض، ومنهم أهل البيت سلام الله عليهم، وأتينا لتقزيم دور أهل البيت. جعلنا مثلا الإمام الحسن سمه وانتهى، والإمام الكاظم سجن وغيب وانتهى دوره. هذا أول نقطة، نريد تبيين لأهل البيت علومهم أفكارهم آراءهم، هؤلاء الأئمة الذين يلوون عنان الزمان إليهم وهم عدل القرآن الكريم، أينهم؟ شكرا علي من الكويت. واضح السؤال، واضح أخ علي، شكرا لك. اتصال أبو تبارك من العراق، تفضل أبو تبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك أستاذ علاء، الله يحفظك السيد إن شاء الله. الله يسلمك أستاذ علاء. أنا عندي شوية مداخلة قصيرة وأعطف عليها سؤال. المداخلة أنه جماعة إسلام الحديث دائما إحنا هنا في نقاش ويا بعض المشايخ يشكلون على السيد أنه السيد جاي خالف مبدأ حديث الثقلين، لأنه يجعلون أنه الأحاديث الأحاديث الواردة حديث الثقلين بشقيه السني والشيعي، سواء كان عترتي أو سنتي، ينقلون أنه السيد واضح. هذا واضح. سؤالك واضح. بل يارد أنه السيد الآن جاء. إذن تريد مداخلة أصلا أنه حديث الثقلين هو ما يعني أنه واضح أبو تبارك. أبو تبارك عزيزي واضح. واضح. شكرا شكرا على اتصالك. نأخذ اتصال آخر فقط. بلي تفضل. محمد من البحرين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد. الله يكثر خيركم ورحمة الله والديكم إخواني. السؤال الأول هو للسيد كمال، كيف نعرف أن المضامين الروائية الموجودة في الكتب هي مضامين إسرائيلية؟ مثلا يعني مثلا هل بلا مثلا عزيزي؟ واضح السؤال عزيزي بلا مثلا. بعد تفضل. السؤال الثاني هو للرواية على كل حد حقيقة وعلى كل صواب النورة، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله هذا فخذوه. هذا واضح. إذن هذا ممكن شرحه فيه. دقيقة. السؤال وطلب أخير هو أنك تذكر شاهد من كتب الشيعة، لأن سيدنا جزاكم الله خير أكثر الشواهد اللي جبتها هي من كتب إخواننا السنة. الآن غدا إن شاء الله. طيب. غدا أعدك. طيب. غدا إن شاء الله. فلأجيب. محمد شكرا. محمد شكرا لك. شكرا لك. أنا أعتذر عن الاتصال الأخير لأن الوقت يداهمنا وسيد يجب أن يجيب. السؤال الأول أعزائي، أين دور الأئمة سلام الله عليهم؟ سيأتي أبين ما هو دور الأئمة. عزيزي فقط اصبروا قليلا، هاي الأبحاث والله ما عندي وقت إلا 40-50 دقيقة. عزيزي ماذا أفعل؟ عزيزي أنا ما عندي وقت 3 ساعات هنا حتى أجلس أشرح القضايا. أعزائي اصبر قليلا حتى تعرف دور أئمة أهل البيت. وأنا عندما داءن في هاي المغالطة السيد يخالف حديث الثقلين، عزيزي أنا لا أخالف العترة، أنا أخالف المرويات التي هي الإسرائيليات. يعني بيني وبين الله ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ أنا ماذا أقول؟ أن الإمام الصادق إذا قال لشيء أقول له يا ابن رسول الله أنا لا أقبل كلامك، قل لي أين موجود في القرآن؟ ما أقول هكذا. أنا ما أقول إذا قال لي رسول الله أقول يا رسول الله ما هو دليلك؟ أنا أقول هذا الذي يقول قال رسول الله، من يقول أنه صادق؟ إذن هناك ضابطة ستضعها. لا تمييز بين السنة الواقعية والسنة المحكية. نعم. وهذول الذي يشكلون أن الذي لا يفارق القرآن هي السنة الواقعية وليست السنة ماذا؟ وليست السنة المحكية. هذا السؤال. إذن أنا أصور جوابين أجب. نعم. وأما عزيزي بأنه أساسا كيف نعرف مضامين الجواب الإسرائيلي؟ هذا في الأبحاث اللاحقة سيأتي ما هي الضابطة. بعد ذلك سيأتي. وأما التفتوا لي، هذا الأخ السؤال سأل قال بأنه سيدنا أنت اللي قرأت من كتب القوم، أين في كتب الشيعة؟ انتظروني غدا سأأتي لكم ماذا قال الأئمة وماذا يوجد في الموروث الروائي الشيعي من كذب وغلو وكفر وزندقة. على الأقل نقلتم أنتم. لا 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 مو المجمع أبدا. لا لا من أهم مصادرنا المجمع. نعم. من المصادر. نعم. الأصلية. نعم. إن شاء الله تعالى غدا ينتظرني الأحب. طيب أخذ اتصال آخر. إبراهيم من الكويت تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السيد كمال الحجري كلامه كله صحيح. أنا معالج بالقرآن هنا بالكويت، واكتشفت أن أكثر الفتاوي من السنة أو الشيعة تعارض القرآن. هذا رأيك إبراهيم؟ قالوا لي لا تعرض المرجعيات، قلت أنا ما أسب المرجعيات، لكن في فتاوي تعارض القرآن، فكلامه 100% تقريبا كله صحيح، وأنا عالج بالقرآن وأثبت بالقرآن أن في فتاوي تقريبا 70% خطأ من علمائنا، والناس ضايعة ما عارف وين تروح، يقول لها قطع براس عالم واطلع سالم، هذا خطأ. لازم الناس الرحمن يقرا ويعرف وين الحق والباطل، وكلام كمال الحيدري احسن كلام سمعته في الدنيا كلها. ابراهيم شكرا لك، سمحت السيد بنصف دقيقه اخر. الجواب اعزائي بيني وبين الله، واقعا طلبي من اعزتي الذين يتصلون او الذين يتابعون البرنامج ان يقفوا على منظومه هذه الابحاث، لا يسمعوا لمحاضره او محاضره ويحكمون ماذا على البرنامج، وانما يحاولوا ماذا ان يقفوا على جميع المحاضرات. أنا أضيف بعض الشيء سماحة السيد، وهو أنه لب كلام السيد شيء وطريقة خطابه شيء آخر، فأرجو من الإخوة أن يتفهموا لب كلام سماحة السيد بغض النظر عن طريقة خطابه، وهو طريقة خطاب ودودة وحية وحارة. شكرا لسماحة آتي الله السيد كمال حيدري، شكرا لمشاهدينا ومستمعينا، لقاؤنا يتجدد معكم إن شاء الله ليلة الغد. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم.